بسم الله الرحمن الرحيم. وظيفتنا هي الحفاظ على صور الحدث الكربلائي في قبال مشروع الطمس والتغيير. هذا المشروع نحن نسجل عليه ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى التي نسجلها على أصحاب هذا المشروع على اختلافهم هو وقوعهم في خطأ منهجي فادح. شنو هذا الخطأ المنهجي الفادح؟ الخطأ المنهجي الفادح هو الخلط الذي لا يغتفر، الخلط بين المنهج العلمي في الفقه وبين المنهج العلمي في التاريخ. الفقه هنالك منهج علمي يعتمده العلماء في التعامل مع الروايات التي تستنبط منها الأحكام، وفي التاريخ هنالك منهج علمي ماذا؟ آخر. في الفقه ربما يقول الفقيه بأن هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها لأنها ضعيفة السند. فقيه يلاحظ الأسانيد في الفقه، أسانيد الروايات، ولكن في التاريخ لا تلحظ أسانيد الروايات، وإنما المنهج في التاريخ هو منهج جمع القرائن، حشد القرائن. نحن لو بنينا التاريخ على منهج تتبع الأسانيد وأن هذه الرواية واردة عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان لما بقي حجر على حجر. في التاريخ من المنهج العلمي هو جمع القرائن. ملاحظة أن الرواية التاريخية هل وردت في كتاب معتبر لمؤلف ثقة متثبت أم لا؟ هذه قرينة من القرائن التي يعتمدها العلماء، لا أنهم يلاحظون ماذا؟ سلسلة السند. لذلك لما يجيك واحد يقول لك والله هذه الصورة من صور الحدث الكربلائي إنما وردت في رواية مرسلة، أعرف أن هذا عند خلط في المنهج العلمي، وقع في خلط في المنهج العلمي. مرسلة ضعيفة السند، هذا الكلام لا يتكلم به بالنسبة إلى الروايات التاريخية، ومن تكلم بذلك فقد وقع في خطأ علمي فادح، وإنما يعتمد فيه على ماذا؟ على منهج جمع القرائن. شوف أنا أنقل لك الآن كلام عالم من علماء الطائفة، جهبذ من جهابذة الطائفة، محقق من أكابر محققينا، ألا وهو المرجع الديني الكبير العظيم المجاهد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. هذا الاسم لا يخفى على أحد من الشيعة فضلا عن العلماء. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه جنة المأوى صفحة 186 يسأل الشيخ كاشف الغطاء عن خبر تكلم رأس الإمام الحسين عليه السلام. هل تكلم رأس الإمام الحسين عليه السلام أم لا؟ شوف هذا الفقيه ماذا يجيب. هذا جواب العلماء، هذا كلام العلماء المحققين الذين يصغى لكلماتهم. ماذا يقول؟ يقول: نعم، خبر زيد بن أرقم وابن وكيدة
مروي كلاهما في بعض الكتب المعتبرة. شوف دقت في كلامه. والمراد هنا الاعتبار التاريخي، لا الاعتبار الذي عليه المدار في الأخبار التي يستنبط منها الأحكام الشرعية. يعني مو نفس الاعتبار اللي يذكر ماذا في الفقه، الاعتبار في التاريخ شيء آخر. شنو هذا الاعتبار؟ لا الاعتبار الذي عليه المدار في الأخبار التي يستنبط منها الأحكام الشرعية من الصحيح والحسن والموثق، بل هو من قبيل قولنا تاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير معتبران. ويكفي 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 أنتم أيها المشككون في صور الأحداث الكربلائي، اسمعوا ماذا يقول هذا العالم الفقيه. ويكفي في هذا المعنى من الاعتبار للخبر أن ينقله مثل صاحب البحار والطريحي 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 في المنتخب، فضلا عما رواه السيد ابن طاووس في اللهوف أو الشيخ المفيد في الإرشاد ونظائرهم. إذن الملاحظة الأولى التي تسجل على هؤلاء هي وقوعهم في الخلط المنهجي والخلط العلمي. ملاحظة ثانية هي اقتصارهم على التاريخ المقروء دون التاريخ المسموع. شوف بعضهم يجي يقول والله هذا الحدث الذي يتناقله الخطباء بحثنا عنه في المصادر وبحثنا عنه في الكتب فلم نجد له ذكرى، مما يعني أنه حدث ماذا؟ مختلق، حدث مكذوب، لأنه غير موجود في المصادر. وهذا خطأ آخر. ليش خطأ آخر؟ رحم الله الخطيب الجليل العالم الفاضل الذي يعبر عنه في القطيف بشيخ الخطباء وخطيب العلماء، الميرزا حسين البريكي قدس الله نفسه. ميرزا حسين البريكي هذا خطيب العلماء، خطيب وعالم. أنا سمعت من المرحوم خطيب القدير الجليل الملا حسن المقيلي رحمه الله بأنه سمع من الخطيب البريكي كان يقول أحداث كربلاء التي تنقل على المنابر، شوف شلون كلام العالم، أحداث كربلاء التي تنقل على المنابر قسمان، بعضها من علم السطور وبعضها من علم الصدور. قل هنالك عندنا ماذا؟ نحوان من العلم، علم السطور وهو العلم الذي دون في الكتب، وعلم الصدور وهو الذي تناقلته الأجيال جيلا بعد جيل. أصلا هو هذا التاريخ المدون موجود في الكتب أساسا من أين جاء؟ هذا علم السطور من أين جاء؟ جاء من علم الصدور أساسا. التاريخ المدون جاء من التاريخ المسموع، فكيف صح لنا أن نرفع اليد عن التاريخ المسموع ونكتفي بالتاريخ
مقروء، كيف صح لنا أن نرفع اليد عن علم الصدور ونكتفي بعلم السطور؟ مو معنى هذا أنني أقول بأن كل ما ينقل عبر الصدور فهو ماذا؟ فهو صحيح. أنا أتحدث عما تتناقله الشيعة ويتناقله الخطباء جيلا بعد جيل. يعني أنت من ترجع إلى الجيل الموجود من الخطباء وتسمع منا قضية معينة، هذه القضية من أين؟ لا نراها في الكتب. يقولوا سمعناها ماذا؟ ممن قبلنا. تروح للي قبلهم، من أين هذه القضية؟ يقولون سمعناها ممن قبلنا. هذا النحو من علم الصدور لا ينبغي تهميشه ولا ينبغي إغفاله ولا ينبغي الحكم عليه بالكذب والاختلاق والوضع وتجنبه. وأنا الآن أنقل لك كلام فقيه من أعاظم فقهائنا، المرجع الديني الكبير المعاصر السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله الشريف في النجف الأشرف. شوف هذا المرجع العظيم ماذا يقول. أنا تعمدت أن أنقل كلمات فطاحل وجهابذ علماء الطائفة لتعرف البون الشاسع بين منهج علمائنا وبين منهج المشككين. شوف شو يقول السيد الحكيم، يقول صفحة 90 من كتابه من وحي الطف، يقول الثاني: إن عدم العثور على مصدر الرواية لا يصلح شاهدا على كذبها. مو مجرد تقول ما عثرت على مصدرها يعني ماذا؟ إنها مكذوبة. لأنه قد ألفت في العصور الأولى كثرة كاثرة من الكتب حول مقتل الحسين عليه السلام تعتمد على الروايات المسندة لمشاهد الحوادث أو على ما يحدث به أئمة أهل البيت عليهم السلام في عصورهم الطويلة، حيث بذلوا صلوات الله عليهم جهدهم في الإعلان والتذكير بهذه المصيبة بما أحاط بها من مآس وفجائع وإضات وعبر. وإذا كانت، ركزوا هنا إخواني، وإذا كانت تلك الكتب قد ضاعت علينا فمن القريب جدا أن يكون كثير من مضامينها قد بقي في أين؟ في الصدور، يتناقله الناس جيلا بعد جيل، أو أودع بنحو مرسل في بعض المقاتل المتأخرة التي وصلتنا، كما أن كثيرا من الأحداث ربما لم يسجل وإنما بقي متناقلا بين الناس في الأجيال المتعاقبة حتى وصل إلينا مرسلا من دون مصدر. واحتمال ذلك كاف في حسن ذكره، في حسن ذكره لتشييد حق معلوم أو للتنفير من باطل معلوم. هذا كلام الفقهاء، هذا كلام الفقهاء، هذا كلام العلماء. التعويل على التاريخ المسموع كما يعول على التاريخ المقروء. انت تجي بشخطة قلم، والله الرواية ما لها مصدر غير معتبرة،
والحال أنها رواية تناقلها الشيعة جيلا بعد جيل، يتناقلها الخطباء جيلا بعد جيل. لا يمكن الحكم بكذبها، بل يحسن ماذا؟ ذكرها، كما أفاد هذا المرجع العظيم أدام الله وبركته وأدام وجود علمائنا ومراجعنا جميعا وأدام ظلالهم الوارف على رؤوس الأنام. إذن هذه الملاحظة الثانية التي نسجلها على هؤلاء. الملاحظة الثالثة هي خطأ التفريق بين المصادر التي تقدمت على القرن العاشر وبين المصادر المتأخرة عن القرن العاشر. أكو بعض اللي يشككون في أحداث كربلائية، شي يقولوا؟ يقولوا لابد أن نفرق بين نوعين من المصادر، المصادر التي تقدمت على القرن العاشر يعني من القرن التاسع فما قبل، هذه ماذا يعتمد عليها؟ أما المصادر التي تبدأ من القرن العاشر فما بعد لا يعتمد عليها. اجي رواية في بحار الأنوار ما يعول عليها، اجي رواية في المنتخب للطريحي لا يعول عليها، اجي صورة للحدث الكربلائي في إكسير العبادات لا يعول عليها، في روضة الشهداء لا يعول عليها. هذا التفريق لماذا؟ ليش؟ يقول لأن من جاءوا من القرن العاشر فما بعد لم يعاصروا الحدث ولم ينقلوا عمن عاصر الحدث، ولذلك لا يعتمد على نقلهم إذا تفردوا به. وهذا المنهج منهج خاطئ. ليش منهج خاطئ؟ شوف التفتني. أولا وثانيا، أولا إذا كانت المشكلة في أن من جاءوا في القرن العاشر فما بعد القرن العاشر لم يعاصروا الحدث ولم ينقلوا عمن عاصر الحدث، هذه المشكلة تنسحب حتى على من قبل القرن العاشر أيضا، الذين في القرن الثاني في القرن الثالث، الشيخ الصدوق الشيخ المفيد، هؤلاء أيضا ماذا؟ لم يعاصروا الحدث ولم ينقلوا عمن عاصر الحدث، فلما باؤك جرت هناك ولم تجر هنا؟ إذا هي المشكلة أن هؤلاء لم يعاصروا، هؤلاء لم يعاصروا، أولئك أيضا ماذا؟ لم يعاصروا. فالتفريق بلا فارق بلا وجه، هذا واحد. اثنين، منهج علمائنا، وركز وياي على هذه النقطة حتى تعرف البون الشاسع بين منهج علمائنا وبين منهج المشككين. منهج علمائنا على اعتماد المصادر التي تبدأ من القرن العاشر فما بعده، كما يعتمدون المصادر التي ماذا؟ تقدمت على القرن العاشر. ليش؟ بس التفت لي ليش. لأن هناك مصادر وصلت لعلمائنا في القرن العاشر فما بعده ولم تصل ماذا؟ إلينا. وصلت إليهم ولكن نحن لم تصل إلينا. وأنا أضرب لك شاهد واحد، أنت من ترجع إلى مجاميع الحديث عند الشيعة، وهذا خليه ببالك، مجاميع الحديث يعني الكتب المعتمدة عند الشيعة الإمامية، وين الكافي؟ وين التهذيب؟ وين الاستبصار؟ إلى جانب هذه الكتب يوجد كتاب غاية في الأهمية. شنو هذا الكتاب؟ مدينة العلم
للشيخ الصدوق عليه الرحمة. تدري هذا كتاب مدينة العلم إلى أي قرن وصل؟ وصل إلى القرن العاشر، وصل إلى زمن والد الشيخ البهائي رحمه الله، وبعد ذلك فقد الكتاب. إذن اللي كانوا في القرن العاشر عثروا على كنز، نحن ماذا؟ لم نعثر عليه. لذلك يصح أن نعتمد عليهم أو لا يصح؟ يصح، لأنه قد وصلت إليهم مصادر لم تصل إلينا الآن. فإذا كان العالم في القرن العاشر، في القرن الحادي عشر، وهو عالم فقيه متثبت، عالم فاضل متثبت، ونقل قضية، نعلم بأنه ماذا؟ لم يختلقها ولم يضعها، وإنما نقلها من مصادر وصلت إليه ولم تصل إلينا. لذلك لما نرجع إلى كلام الشيخ كاشف الغطاء اللي قرأنا، شوف كلام الشيخ كاشف الغطاء: ويكفي في هذا المعنى من الاعتبار للخبر أن ينقل مثل صاحب البحار. صاحب البحار قبل القرن العاشر لو بعد؟ بعد القرن العاشر. والطريحي في المنتخب، طريحي قبل القرن العاشر أو بعد؟ بعد. مع ذلك علماؤنا المحققون ماذا؟ اعتمدوا على نقلهم وقالوا بكفايته. وهنا تلمس البون شاسعا بين منهج المحققين من علمائنا وبين منهج من يدعي التحقيق. اللهم صل على محمد وآل محمد.